هؤلاء ببن يكفشوا. نعم، هي لوحة سورية، هي اللوحة التي يجب أن يفهمها النظام بأن أوان التغيير قد آن، وأن هناك إرادة الله وإرادة الشباب السوري في التغيير. نعم، أحيي من هنا كل مدفع، كل شباب نقف إجلالا واحتراما لكل شهداء سوريا، لكل أطفال الحرية، لكل أطفال الحرية، لكل فتاة زغردت في نداء الحرية، لكل بقعة